لسه مكملين أسئلة المشاهدين ومعانا سؤال. تعبت فجأة ورحت كشفت، الدكتور قال لي عندك قرحة مفاجأة في المعدة. يعني إيه قرحة مفاجأة، وهل دي بتحتاج علاج ولا عملية؟ علما بأن الدكتور قال لي ممكن أعملها بالمنظار بس أنا خايفة. تمام. قرح المعدة طبعا من الحاجات اللي هي أكثر شيوعا للناس اللي هي بتاخد أدوية كتير، الناس اللي بتاخد مسكنات كتير، الناس اللي بتاخد حاجات سبايسي كتير، تمام، او الناس اللي بتعمل اجراء في المعده زي تركيب بالونه المعده او كده، ممكن يحصل منها التهابات في جدار المعده، والالتهابات مع الوقت ممكن تعمل قرح في المعده. وزي الامراض اللي هي الامراض المناعيه والالتهابات اللي بتحصل في جدار المعده ممكن يحصل فيها عدوى بالبكتيريا الاتش بايلوري اللي هم بيسموها الحلزونيه، دي ممكن برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل قرح في المعده. طيب قرحه المعده بيبقى ليها جزئين. لو قرحه بتبقى قرحه سطحيه، دي بنكتشفها عن طريق الفحص طبعا وطريق دكاتره الجهاز الهضمي لما يعني بيعملوا. يعني قرحه سطحيه الاول يا دكتور؟ قرحه سطحيه يعني بتبقى واخده جزء من بطانه المعده، مش ما بتعمل مش خرم المعده بمعنى اصح، تمام، يعني واخده جزء من الجدار الداخلي للمعده، تمام. دي بنكتشفها بالفحص وبالمنظار الجهاز الهضمي، دكاتره الجهاز الهضمي بيعملوا منظار للجهاز الهضمي، دكاتره البطنه، وبيدوا لها علاج ليها وبتمشي على علاجها. بنبتدي نخش لقصة الشق الجراحي بتاعها لو لا قدر الله حصل حاجة اسمها قرحة منفجرة في المعدة. بمعنى ايه؟ ان حصل ثقب في جدار المعدة ادى لان العصارة بتاعت المعدة بتخرج للتجويف البريتوني. طبعا العصارة دي بتبقى عصارة بتعمل التهابات شديدة، بتعمل صديد شديد، ممكن تعمل صدمة تسممية، ودي من الحاجات اللي بتهدد الحياة. طب ايه اللي وصل لكده يا دكتور؟ يعني ده قرحة بتبدأ قرحة سطحية زي اي جرح، بعد كده بتبتدي تزيد، العمق بتاعها يزيد 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 لحد ما يخرم جدار المعده، يبقى في ثقب. يعني الزياده دي جايه مثلا من، يعني انا المريض مش بروح اكشف او بالظبط من المسكنات الكتير جدا بمدى على فترات، بنتكلم على كميات وفترات، بالكحوليات، الناس اللي بتاخد كحوليات كتيره، الناس اللي بتاخد اكل سبايسي كتير عنيف، زي ما قلت لحضرتك قبل كده الالتهابات البكتيريه زي الميكروب اتش بايلوري، الحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتعمل قرح في المعده. والاجراءات الجراحيه في المعده او تركيب بالون المعده، الحاجات دي بتعمل برضو التهابات ومع الوقت ممكن تعمل قرح في المعده. القرحه دي لازم تتعالج على طول عشان ما تسوقش وتخش في القرحه المفاجره في المعده. لو دخلنا القرحه في المفاجره في المعده دي حاله بنخش فيها حاجه بنسميها البطن الجراحيه، ان بيتجمع صديد جوه البطن، ودي بتبقى من الحاجات الخطيره اللي هي بتهدد الحياه، وده لازم لها تدخل جراحي عاجل. بيتم تشخيصها عن طريق الفحوصات اللازمة، عمل تحاليل لازمة، عمل فحوصات وأشعاعات بنقدر نحدد بيها، وبعد كده ممكن نتدخل تدخل جراحي عن طريق المنظار. زمان القرحة المفاجئة دي كانت بتتعالج عن طريق الاستكشاف الجراحي اللي هو شق طولي في جدار البطن وتنظيف البطن وتصليح القرحة. دلوقتي الأفضل إن هي بتتعمل طبعا بالمنظار، نقدر ننظف البطن كلها من الصديد الموجود بالمنظار، بنقدر نعمل عملية القرحة دي بالمنظار، فبيبقى التعافي بتاعها أسرع والأمور بتاعتها أسرع. دي من الحاجات طبعا اللي هي لازم تتعالج بصورة دورية ولازم تتابع كويس جدا عشان ما توصلش للمضاعفات اللي هي القرحة المفاجرة في المعدة. في حالات طبعا ممكن نحتاج ان احنا قرحة المعدة دي ممكن تكون في اورام في المعدة هي اللي عاملة القرحة، ممكن يكون في الورم بيبدأ ياكل في جدار المعدة لحد ما يعمل قرحة منها، فمحتاج ناخد عينة برضو من في العملية من القرحة دي عشان نطمن في ورم ولا لا. واحيانا بتبقى المعدة القرحة موجودة في الاثنى عشر مش في المعدة، في الاثنى عشر اللي هو بداية الامعاء الدقيقة. طيب هي بتقول كمان يا دكتور انا خايفة، احنا عايزين بس نطمنها المنظار الجراحي في حالة قرحة المعدة. في حالة قرحة المعدة بيبقى منظار جهاز هضمي، دكاترة البطن ما بنخشش في قرحة المعدة بالجراحة إلا لو حصل انفجار في القرحة دي، يعني القرحة دي أكلت جدار المعدة خلاص بقى العصارة بتاعت الجهاز الهضمي أو عصارة المعدة بتخرج على التجويف البروتوني، فدي دي حالة محتاجة تدخل جراحي عاجل. لكن غير كده بتتابع مع دكاترة البطن الجهاز الهضمي بالمنظار الجهاز الهضمي وبعلاجات الجهاز الهضمي، وإن شاء الله تخف يعني. إن شاء الله.